ينضم إلينا هاتفيا السيد مالك عوني مدير تحرير مجلة السياسة الدولية. سيد مالك، بعد التحية، في أي سياق وفي أي إطار تضع هذا الإعلان الرسمي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفي المقابل هدد بتوقيع مذكرة تفاهم رئاسية تفرض عقوبات اقتصادية على إيران، ولم يكتفي بهذا التهديد وإنما اتسع هذا التهديد ليطال أي دولة تحاول أن تفكر أو تساعد أو تدعم أو تقف بجوار إيران أو تدعمها في إنتاج أو في الحصول على السلاح النووي؟ كيف ترى هذا الأمر؟ أظن أن الرئيس الأمريكي ترامب فتح مسارات عدة للتصعيد عبر المنطقة. هيساعد بالأساس الضغط على حلفائه الأوروبيين من أجل السعي مع النظام الإيراني لإبرام اتفاق أوسع وأشمل من الاتفاق النووي الأوري عام 2015، اتفاق يشمل في الواقع مجموعة من القضايا: الحضور الإيراني عبر المنطقة، البرنامج الصاروخي الإيراني، وهي قضايا حرصت إيران على النأي بها عن أي اتفاق مع العالم في حين أبرمت الاتفاق النووي عام 2015. وبالتالي أصبحنا الآن أمام موقف ملتبس في الواقع. ردة فعل النظام الإيراني هي التي تكون حاكمة على تحديد اتجاهات التصعيد. الرئيس الإيراني روحاني أعلن قبل قليل أنه سينتظر لإجراء مفاوضات مع شركاء إيران الآخرين في اتفاق النووي. وبالتالي إيران تسعى الآن إلى محاولة عزل الموقف الأمريكي ومحاولة الحصول على ضمانات من الأطراف الدولية الأخرى المشاركة في الاتفاق أنها لن تتأثر بهذا الإجراء الأمريكي. ولكن المعضلة الحقيقية أن القرارات الأمريكية لا تختصر، أو قرارات العقوبات الأمريكية لن تختصر فقط على الشركات والهيئات الأمريكية، ولكنها قرارات عابرة للحدود، قرارات عالمية الطابع، بمعنى أن أي شركات ستجري معاملات أو تعاون مع النظام الإيراني في مجالات متعددة، النفط والتجارة والتأمين والنقل وغيرها، هذه المجالات جميعها أي شركات تتعامل مع إيران سيكون عرضة على القوات الأمريكية. وبالتالي بالتأكيد إيران ستتأثر بالقرار الأمريكي، وهذا سيضعونها أمام معضلة حقيقية، أن تلجأ إيران إلى التخلي من جانبها عن الاتفاق النووي، وبالتالي تعود إلى رفع مستويات التخصيب، وهذا سيضع المنطقة كلها أمام احتمالات صراع. سيد مالك، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في نهاية كلماته عن التجهيزات أو التحضيرات لمباحثات أو مفاوضات مع كوريا الشمالية فيما يتعلق بوقف التجارب النووية والصاروخية. ربما المتابع لكلماته يرى أن لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكلماته ونبرته في الحديث عن إيران أكثر حدة وأكثر عنف من حديثه عن كوريا الشمالية، مع العلم أنه أيضا في المقابل كوريا الشمالية يعني تمثل تهديدا كبيرا وقويا جدا فيما يتعلق بالسلاح النووي على العالم. تقديري أن الرئيس الأمريكي أراد أن يبعث أيضا رسالة إلى كوريا الشمالية بأنها حال لم تستجب وتلتزم بالتخلي عن أسلحتها النووية ستكون عرضة لعقوبات شديدة. ولكن في تقديري الرئيس الأمريكي يبالغ بدرجة كبيرة جدا في تقدير القوة الأمريكية الشاملة للتأثير على الأحداث في النظام العالمي الحالي. بعبارة أخرى، أمكن لإيران ولكوريا الشمالية عبر عقود طويلة أن تتجاوز العقوبات الأمريكية، وبالتالي التهديد الآن في هذه اللحظة لعودة القوات الأمريكية فقط سيكون تهديد فارغ المضمون. في تقديري المعضلة أن هذه التهديدات وهذه الطريقة في إدارة العلاقات الدولية قد تدفع الأطراف الأخرى إلى مواقف أكثر تشددا، اعتمادا على أنه يوجد أطراف قوة دولية أخرى غير راضية عن الموقف الأمريكي تسعى أو بعضها الآخر يسعى إلى التنافس مع الحضور الأمريكي في النظام الدولي الراهن. ولكن سيد مالك تحدثت في كلماتك الآن أنه ربما عندما ذكر التجهيزات والتحضيرات مع كوريا الشمالية كان هذا بمثابة رسالة لكوريا الشمالية ربما أن ترضخ أو أن تمتثل للإدارة أو الرغبة الأمريكية. ربما يختلف معك البعض من المراقبين والمحللين والمتابعين ويردون عليك في هذه الجزئية بأن الأمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية يختلف عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ربما التخوف من كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير من التخوف من العلاقة الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بامتلاك أو عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.
اظن انه التخوف الامريكي من كوريا الشماليه بهذا المعنى في قدر من المبالغه. مره اخرى كوريا الشماليه يخضع القرار السياسي فيها بدرجه كبيره جدا لضغوط من قبل روسيا والصين، والصين بدرجه اساسيه، وبالتالي كان هناك طبيعيا وتقريبا قيود هيكليه على قرار كوريا الشماليه باستخدام السلاح النووي في اي لحظه من اللحظات، وبالتالي لا اظن ان الخشيه الامريكيه كانت مرتفعه جدا من كوريا الشماليه في هذا الاطار، ولكنها جزء اداره العلاقه مع كوريا الشماليه هي جزء من اداره علاقه اوسع في التنافس مع الصين في مناطق بحر الصين الجنوبي وفي ما يتعلق به العلاقه الامريكيه الصينيه بشكل عام. وبالتالي انا اظن انه هذا الرساله التي ارسلها ترامب اليوم قد يكون لها تاثير سلبي في الواقع على اي اتفاق نووي مع كوريا الشماليه، لانها تضع كثير من الشكوك حول اي التزام امريكي بهذا الاتفاق مستقبلا، خصوصا اذا ما حاولت الصين مد نفوذها عبر المنطقه وتقليص الحضور الامريكي اذا انتهى تهديد كوريا الشمالي، وهذا متوقع بدرجه كبيره. وبالتالي نحن الان في معضله ان كيف سيصل الشركاء الدوليين الاخرين لاي اتفاقات امريكيه قد تبرز تتعلق بالمجال النووي وهل تتراجع عنها امريكا في المرحله اللاحقه. هناك بعد اخر للتصعيد اظن يرتبط بالداخل الامريكي والداخل الايراني. لدينا تاكيد انقسام حاد في هذه اللحظه داخل المستشفى الامريكيه فيما يتعلق بقرار ترامب، ولدينا لحظه تحفظات امريكيه واضحه على قرار ضرب سوريا قبل بضعه اسابيع. انا اظن ان سيكون لدينا تحفظات حقيقيه داخل المستشفى الامريكيه على القرار. ايضا القرار اليوم سيفاقم او سيصعد من تاثير وحضور التيار المتشدد داخل ايران، وهذا تضع الحكومه الايرانيه في مازق حاد. انا اظن ان سنشهد في الاسابيع المقبله صاعدا للتشدد من قبل مختلف الاطراف، ولا اظن ان امريكا يمكنها ان تبقي المسار الصناعي فقط في اطار العقوبات الاقتصاديه اذا اصر ترامب على المضي في هذا المسار، وانما سنشهد تصعيدا عسكريا سواء مع ايران عبر المنطقه او حتى قد نشهد في مرحله لاحقه ضربات استهداف ايران. اشكرك جزيل الشكر السيد مالك عوني مدير تحرير مجله السياسه الدوليه، شكرا جزيلا لك.